يكون معانا طبعا يكون معانا الأستاذة مها، يعني حد من الناس التقيلة جدا في الجزء ده، واللي بصراحة بتشرحه بشكل جميل جدا وبشكل مستفيض، وهتقدر تفيدكو على الجزئين، على جزء الإنجليش وعلى جزء الإيميل رايتنج بشكل كامل يعني. وفي نفس الوقت بقى يعني إيه، نسمع أفكار مختلفة، هنشوف حاجات جديدة وهكذا. يا مس مها، ازيك؟ ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ في البداية كده يعني بحب يكون في انتر اكشن في السيشن، مش اللي هو اللي انا اتكلم افضل اتكلم، لا السيشن النهاردة هتكون مختلفة، حابة من اللي هم يشاركونا، واستاذ محمود هيشاركنا طبعا، مش اللي هو اللي احنا بس اللي بنتكلم، لا حضراتكم هتشاركونا. مش محتاجين ان احنا نفتح المايك او الكاميرا، اوكي، بس انا بحب ان انا يكون في تفاعل اكتر، الى جانب اللي حضراتكم هتكونوا بتكتبوا، تمام؟ وهنخرج من السيشن ديت ان شاء الله بنكتب ايميل بكل التفاصيل بكل الديتيلز بتاعته. وانا مين او بعمل ايه؟ انا مع حمدي، درست لغه انجليزيه، بدرس انجليش بقالي 7 سنين، تخصصت اكتر في مجال البيزنس انجليش، مش يعني بدرس جنرال وكده، بس ابتديت ان انا اتخصص اكتر بقالي 2 او 3 في البيزنس انجليش، ف I already have the experience اللي هي بتاعت الحته التكنيكال قوي كده في البيزنس، اللي هي بيزنس رايتنج والكوميونيكيشن والحاجات ديت، فوناتكس جرامر، كل ما يخص الانجليش. اكيد طبعا عايزه اعرف من حضراتكم كده، مستنيين ايه من السيشن ديت، او ايه الحاجات اللي انتم متوقعين تطلعوا بيها؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، ايه المشاكل بقى بتاعتكم في الانجليش؟ انا عارفه الانجليش مشاكله كتيره، بس انا عايزه اعرف اكتر ايه المشاكل اللي بتكون موجوده. لو حد عنده مشاكل، لو حد ما عندوش مشاكل اوكي، حد عايز يطور من نفسه، فحابه ان احنا نكتب الاول قبل ما ابدا اشرح. Just writing. فيش حد عنده اي سؤال خالص؟ فيش حد متوقع اي حاجه؟ مفيش حد يقول لي هاي حتى؟ الحمد لله. في هاي اسماء بس، شكرا. مفيش اي حد عنده توقع او عنده اكسبكتيشن السيشن النهارده هتكون عامله ازاي؟ مشاكل في اللغه، اي حاجه خالص؟ طيب عبال ما ممكن عبال ما الناس ترد، انا ممكن اقول لك الناس بتسأل على ايه، او الناس عادة اللي بتجيلي، او الناس اللي بتيجي تسألني وتقول لي على تفاصيل، ممكن اقول لك هم بيسألوني على ايه، يعني من باب المساعدة يعني، او المشاكل حتى اللي بتيجي ايه. لما حد بيبعت لنا ايميل او كده، بتبقى المشاكل في ان الناس مش بتقدر توضح في الاول طبيعه الميل اصلا بيتكلم عن ايه. يعني ممكن نتكلم، يعني يجي الميل والناس تفضل تتابع الميل وتقري الميل وراهم وكل حاجه، وتلاقيه طب يعني انت عايز ايه، بتتكلم عن ايه في الميل. فان الميل نفسه يكون من خلال الهيدلاين هو واضح وصريح وباين. دي اهم، او دي من المشاكل اللي احنا بنشوفها بقى، لو من وجهة نظر الشركات او من وجهة نظر الناس اللي بتيجي تسأل. الجزء التاني ليه علاقة اكتر بالكلوزنج بتاع الميل، ان الناس خلاص انا قريت الميل وان انت بعت لي اتاشمنت والدنيا تمام، طب نعم اعمل ايه؟ يعني ايه المطلوب؟ يعني الاكشن نفسها. انا طبعا بتكلم من وجهه نظر ماركتينج، او من وجهه نظر حد بيتعامل في البيزنس، انت اكيد ليكي وجهه نظر تانيه هتفرق بقى معانا، وهي اللي هتوضح ازاي الامور دي تبقى بالنسبه لنا يعني مظبوطة بشكل أحسن يعني. دي النقطة، يعني دول أهم نقطتين. بس يعني في حد تاني هو رفع إيده، أكيد يعني لو حد بقى عنده إضافة تانية يقدر إن هو أكيد يضيفها يعني. شور أستاذة نهلة، مايك معاكي، كتابة معاكي، both of them. اوكي، في سؤال طيب تاني. اوكي، استاذ محمد ابراهيم بيقول لنا محتاج ازاي اعرف اطور نفسي من يعني نفسي في المجال الانجليزي في المجال. طيب السؤال يمكن كبير شويه، ففي هقسمه لحاجتين. واحد، مجال حضرتك ايه؟ اتنين، المستوى ايه؟ تلاتة، الهدف ايه؟ دول 3 اسئله اي حد عايز يتعلم لغه
تعرف الثلاث أسئلة دولت إزاي. تمام؟ أوكي تمام، عملت unmute. مساء الفل يا أسماء، عاملة إيه؟ مها. مها إزايك؟ عاملة إيه؟ مساء الفل كويس، مفيش أي مشكلة. أصل لقيت حد كاتب لك يا أسماء، كاتب لك هاي أسماء. ما أنا استغربت مين شفت. ماشي مها. هاي مها، عاملة إيه؟ الحمد لله بخير يا جميلة، قولي لي. اولا شكرا ليكي على شيرينج نوليدج، وشكرا على وقتك انك داخله معانا الميت اب اونلاين ده علشان تدينا من الاكسبيرينس بتاعتك. بجد ميرسي قوي، وانا متحمسه جدا اسمع منك. ثانك يو. مفيش اي هقول لك الاكسبكتيشنز بتاعتي. انا برضو ماركتنج باك جراوند، ومتابعه استاذ محمود بقالي شويه، يعني بتعلم منه حاجات في الماركتنج وكده. طبعا انا بكتب ايميلز كتير، بعمل ايميل كامبين وحاجات كده، وبلس كمان اني بكونتك بقى مع ميديا باينج ايجنسيز، مش عارفه اي حاجات كده انترنالي واكسترنالي ليها علاقه بالماركتنج. فالعنوان شدني جدا، ان ازاي نكتب بروفيشنال ايميل. كان الاكسبكتيشن بتاعتي انه ان احنا كلنا ماركتيرز، وكل اللي حاضرين هيبقوا ماركتيرز، واللي هيدي السيشن برضو استاذ محمود، وهيقول لنا احنا كماركتيرز بقى ايه اللي احنا مثلا الاكسبريشنز اللي محتاجين نستخدمها اكتر، ايه الترند. يعني مثلا انا اوقات بستخدم اكسبريشنز، الاقي مثلا واحده صاحبتي لسه فريش جراد تقول لي نهلا الاكسبريشن ده بقى اوت اوف ديت، يعني مثلا ممكن نستخدم اكسبريشن تاني ده بقى هيبقى كوزي اكتر، وعادي ان احنا نستخدمه في فورمال ايميل، مش معناه ان ده ما ينفعش يستخدم في فورمال ايميل. فالاكسبكتيشنز بتاعتي، بما ان انت بقى تخصص انجليش، ان ده هيبقى برضو حاجه هتفيدنا كلنا، ان احنا ازاي نستخدم الاكسبريشنز الترندي دلوقتي كفورمال ايميل في التعاملات بتاعتنا مع اي حد ايا كان. اوكي تمام جدا، وصلت. ميرسي جدا. اوكي يور ويلكم ليدي، ان شاء الله عن حسن الظن باذن الله، وان شاء الله هنتطرق لهذه النقطه ان شاء الله. في البدايه انا اسمي مها وليس اسماء. اوكي انا اسمي مها حمدي، مدرسه لغه انجليزيه وسي دي او هاف اند هاف، او يعني مش بحب ان انا اطلق على نفسي سي دي او، انا مؤسسه البيج بتاعت هاف اند هاف. خلونا يلا نبدا كده اوكي، ونشوف الايميل ازاي. بس حابة لنا أقول لكم اللي احنا زي ما قلنا هنشرح الفورمال إيميل، وهعرفكم كمان في البداية إيه الفرق ما بين الفورمال والأنفورمال، لأن في إيميلات ساعتها بنفتكر اللي هي لازم تتبعت فورمال 100%، وأكتشولي مش محتاجين اللي احنا نبعتها خالص 100% فورمال، يعني ده كده عادي اللي احنا تكون انفورمال. وفي كمان حاجة اسمها سيمي فورمال، وبرضو ده هنعرفه خلال السيشن. Just a second, I'll share the screen. Yes, here we are. So let's start كده. Okay. How to write formal email. في البداية كده نعرف الأول إيه الفرق ما بين الفورمال وإيه الفرق ما بين الإنفورمال، وشوية بشوية هنعرف إيه السيمي فورمال، لأن هو السيمي بيكون حاجة في النص كده، لا منها فورمال ولا إنفورمال. الفورمال اي حاجه ما تخص بالشركه، اي حاجه تخص بشغل، اي حاجه تخص بدله وجرافطه، الى جانب لو انت هتيجي تشتكي مثلا شركه، او تيجي تشتكي محل، او تيجي تشتكي لاي حد، ده هيكون فورمال. برضو من شركه لشركه لازم نكون فورمال مع الكلاينتس فورمال. طب ايه الانفورمال؟ حاجات ما بين صحابي مثلا في الشغل، بس مش في اطار العمل. ممكن في اطار العمل بس هتبقى سيمي، ساعتها سيمي فورمال. اوكي لو انا مثلا هبعت ايميل فوني على اليوتيوب، اوكي مسج فريند في النتوركينج بتاعتي. طيب وانا ليه بقول الكلام دوت في الاول؟ لان في ناس بتقول لي ما احنا اوريدي عارفين اللي هو ايه الفرق الفورمال والانفورمال. لا لازم نعرف اكتر، لان ده هيخص برضو حته جزئيه لو حد هياخد الايلتس او توفل. الجنرال ايلتس الجنرال مش الاكاديميك. فورت وان فور رايتنج هيكون بيطلب منكم يا فورمال يا انفورمال يا سيمي فورمال. فده جزء مهم، لو حد هياخد الايلتس لازم يكون عارف ايه الفروقات اللي ما بينهم، لان تاسك 1 بيكون ده. اوكي تاسك 2 بيكون حاجه تانية. ليتس ستارت بعض النوت كده وبعض الملاحظات حابه اللي انا اقولها.
اول حاجه كده الايموشنز، مفيش طبعا اي ايموشنز في الفورمال، انا كده هبدا فورمال مفيش اي ايموشنز تماما هتبتدي معانا خالص، مفيش ايموشنز. طيب نمبر 2 نو ابريفيشن. وات ذا مينينج اوف ابريفيشن؟ ابريفيشن معناها الاختصارات، زي يو كي يو يو اس يونايتد كينجدم يونايتد ستيتس اوف امريكا. كلمه تايت دايما بنبعتها في الشات تايت، اوكي لا تيك يور تايم، بتكتب تيك يور تايم ما بتكتبش اي حاجه، وناس كتير هتقولي هو الواتساب ما ده انفورمال. الواتساب دلوقتي بقى بيستخدم كحاجه اساسيه وبقت فورمال بالنسبه لنا، ففي ناس بتبعت اصلا ايميلز على الواتساب، فما تخيلوش الواتساب ده هيبقى انفورمال او سيمي فورمال، لا وانت بتبعت ايميل على الواتساب 100% فورمال. فما لاش اللي احنا نكتب ابريفيشن واللي هي اختصارات، I apostrophe M اللي هي اختصار ل I am، she is اللي هي she apostrophe S لا she is بتتكتب he is، ده ايه ده في الفورمال رايتنج لازم نكتبه، اوكي دي هتبقى حاجة مهمة جدا ونقطة مهمة جدا. اي حد بيكتب حاجة في الرايتنج في الانجليش فورمال ما يكتبش ده. طب هتوجي بقى هتيجي تقولولي في الكونتنت كرييشن، وانا بعمل كرييتنج ل يعني لمحتوى على الانترنت، لا عادي ممكن اكتب الابريفيشن، ممكن اكتب شيء ابوستروف، بس وانا بكتب ايميل عندي او رايتنج في الواتساب او ايميل نفسه مفيش، ماركتنج كامبين مفيش رايتنج فيها خالص، لان في كامبينز بتتبعت عن طريق الايميل. اوكي تالت حاجه انتو ذا بوينت، بلاش اللف والدوران، هو العميل هو اساسا مش ناقص، اوكي مفيش حد بيفتح الايميل بيكون مخنوق تمام، فمش عايز لف وعجن كتير، ففي كلير اند سبيسيفيك، ونكون اللي احنا تو شورت، مش لازم اللي احنا نكتب حاجات كتير، انتو ذا بوينت على طول، ودي حاجه مهمه جدا وده اللي بيميز الشخص عن التاني. اوكي رابع حاجه كده avoid some words، وليه نتجنب بعض الكلمات ديت، ليه should وليه must وdemand وrequire necessary، وby the way هي اسمها necessary وليس necessary، necessary تمام. طيب ليه avoid some words؟ دي حاجه ليها علاقه بال model verbs تمام، ومدام هي ليها علاقه بال model verbs انا ان شاء الله انا يعني في على half and half في اخر السيشن هكتب لكم لينك كده انا شارحه فيه المودل فيرس بالتفصيل، اللي هنستخدمه النهارده بس would وcould لان دول الاثنين الفورمال، الباقي مش عايزينه، كلمه should كلمه must demand require انت مش هينفع تأمر حد ومش هينفع تنصح، اوكي فدول كده ما ينفعش ان انا استخدمه. اوكي حلقه المودل فيرس يمكن انا شارحه فيهم اكتر، هبقى اسيبها لكم واقول لكم عليها. Number 5 quotation marks علامات التنصيص. علامات التنصيص ديت معناها اللي انت احذر، كأن حد مثلا انت بتعمله termination كده بعد ما حذرته مرتين ثلاثة، ما تتأخرش وجه في المرة الرابعة تأخر، فانت بعت له ايميل between two quotation انت مش هتخصم لك، انت المرة الجاية لو تأخرت هتتعمل لك termination، فكلمة termination كتبتها بالبولد وbetween two quotation ده كده عشان تلفت النظر. اوكي غير كده الكوتيشن ما بنكتبهاش ما بنستخدمهاش. نمبر 6 يوز اكتف نوت باسيف سنتنس. ايه هو الاكتف وايه هو الباسيف سنتنسز؟ الاكتف اللي هي الجمل الواضحه، لما انا اجي مثلا اقول I am a teacher or I now I am giving a session، اوكي انا بدي حصه دلوقتي I am giving a session، زي ما اقول مثلا I cut my hair انا قصيت شعري، بس لو انا عايز اركزها بقى ان انا عايز اقول السيشن اعطيت او حدد السيشن مبني مجهول كويس مثلا شعري اتقص، فانا كده بعمل ايه؟ بعملها باسيف، فلما حاجه اقولها مثلا my hair is cut I sent the email انا ارسلت الايميل، دي جمله صريحه subject plus verb، عكس ما اقول the email is sent ده هنا مش السبجكت، ده كده انا مقدمه مفعول به. اوكي فانا اخلي الجمله بتاعتي تكون واضحه، هي مش ناقصه لف ودوران اصلا. اوكي فدي كده اول حاجه، يعني دي كده نمبر 6. نمبر 7 exclamation point، ودي اللي هي علامه التعجب. علامه التعجب من الافضل اللي احنا ما نستخدمهاش. اوكي يعني مش محبذه كاز كونتنت برضو، يعني كاز كونتنت كرييشن بتعملوا لها محتوى او كاللي هو مثلا بكتبها في ايميل، يعني انفورمال على طول.
number المفروض هنا number 8 okay slang words وال idioms. What are the meaning of slang words و idioms و phrasal verbs؟ ال phrasal verbs لو احنا جينا اتكلمنا ال phrasal verbs ممنوع منعا باتا، لو هتاخد ايلتس ممنوع ان انت تكتبها. وال phrasal verbs عندنا حاجات كتير قوي بس ممكن تستخدمها في ال speaking program okay، في ال speaking test okay، اتنين بس as maximum هي وال idioms. فانتم متخيلين اللي احنا بنحفظ كمية idioms و phrases اساسا كتير لمجرد اللي احنا بنكون show people اصلا يعني، وفي الاخر هي informal تمام. طب هما زي ايه او ايه الفرق ما بينهم؟ الفريزل لو انا مثلا قلت look after، look up، sign in، sign out، okay، plug in and plug out، وايه ايه الحاجات ديت؟ هو فعل زائد a preposition زائد اداة جر. فلو انا حطيت الفعل وبعديه حرف جر اختلف المعنى تماما okay. وديت يمكن بتيجي بقى في امتحانات البنوك والتست بتاعه البنوك وكده اللي هم بيلخبطوا الناس بيها تمام. طيب الايديمز ايه هي؟ سي اي تو اي، سبيك اوف ذا ديفل، جبنا سيره القط جه ما سبيك اوف ذا ديفل، العين بالعين، مش هينفع ان انتوا تكتبوهم كده. فالفريزز والايديمز ما ينفعش خالص اللي انا اكتبهم ولا اتكلم بيهم الا لو هم لا اتكلم فيهم ان جنرال اتس اوكي، بس انترفيو اي حاجه ليها علاقه بالبزنس ما ينفعش ان انت تتكلم بيها. اخر حاجه وديت الناس بتغلط فيها كتير، الاي بتبقى كابيتال. لو انا هاجي اتكلم اي كابيتال، الا بقى لو هي اي وجنبها اس هتبقى ايز، فاي عليها نقطه. وديت سواء كتابه ريتن بيبر بيست او كمبيوتر بيست لازم اللي انا اكون كاتباها الاي كابيتال. دي كده كانت النوتس كامله. انا عايز اسال سؤال، لو حد عنده اي سؤال يا ريت تسيبه في الـ في الـ في الرايتنج، يا ريت تكتبه لي جاي يعني يكتب في الكومنتس. طيب لحد دلوقتي كده تمام. ممكن نعمل مثلا ايموشن اي حد تمام. هنا ثانيه واحده، في هنا ايموشن صح، رياكشنز. لو رياكشنز تمام نعمله كده اوكي. اي رياكشن دو ها رياكشنز اوكي ثانك يو اوكي. طيب نبدا بقى كده. انا لحد دلوقتي لسه ما بداتش في الايميل، انا اديت شويه نوتس دي اساسيه عشان هتكمل معانا وهتعرفوا ليه. اول حاجه في الكوميونيكيشن، لازم في الكوميونيكيشن سواء رايتنج او سبيكينج الاثنين هو سندر، في مسج، في رساله في النص، وانا الكلام اللي بقوله ده مسج انتوا بتستقبلوا، دي الرساله بتاعتي النهارده وانتوا المستقبلين ريسيفر، فانا سندر ريسيفر، الكلام اللي انا بقوله ده المسج. كذلك الامر في الايميل نفسه، لو المسج بتاعتنا مش واضحه كده خلاص اوكي الديل باظ، كل حاجه باظت. فلازم المسج بتاعتنا تكون واضحه جدا 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 جدا. احنا عايزين نخرج بالشكل ده بتاع الايميل، شكل منظم كده في سبيسز تمام، paragraph 1 paragraph 2 ده الشكل اللي احنا عايزين نوصل له. طب احنا هنوصل له بالشكل ده ان شاء الله، هنوصل له النهارده اوكي. السبيسز دي لازم تفتكروها. ليه لازم تفتكروها؟ لان احنا بننساها. طب انا بكتب سبيسز ازاي؟ empty line after salutation. What is the meaning of empty line after the salutation؟ بعد التحية، بعد ما بسلم على الناس بسيب ايه؟ space. بعد اول paragraph بسيب تاني space، بعد تاني paragraph بسيب برضو space. الناس بتكتبها على طول، بيبقى الايميل كاشش كده اوكي، ما بيكونش شكله حلو خالص، فاحنا بنحسن الصورة بتاعته. وكمان قبل الكلوزنج اوكي best regards، وكمان من هنا في الاخر خالص بعد ما بننهي بالsignature يعني يكون في space. والناس برضو هنا بتسيب space، ما بتسيبش، بس دي مش مهمة قوي، بس لازم نسيب السبيسينج الباقي اوكي. ايه هم بقى العناصر بتاع الايميل الاساسية؟ هم ستة، الستة الايميل نفسه، subject line، salutation or greeting، body، وclosing والsignature. لو جينا احنا هنا اخدنا كل عنصر هنعرفه النهاردة اوكي. اول حاجة كده الايميل لازم يكون formal، يعني انا حاطة معها حمدي ورقم 800@gmail.com. في بقى حد تاني يقول لا هي ساره فساسو او سوسو، ده كده انفورمال خالص، لازم الاسم يتكتب بتاعك كامل. تاني حاجه
بالنسبه لل اسامي كبيره، عبد الرحمن وعبد الله، هم اساميهم، انا اسمي صغير، مها حمدي او مثلا عمر سيد، فهم اسامي صغيره، بس عبد الرحمن سيف الدين، فهو اسامي مركبه، يكتب اول اسم بتاعه بس ويكتب الرقم بس جنبه رقم، مش لازم بقى ولا اندر سكور ولا دوت ولا الحاجات ديت، ورقم على طول. ده كده اكتر طريق فورمال للايميل بتاعك، لشكل الستايل بتاع الايميل. تاني حاجه، احنا كده تو، ده كده شكل الايميل لما هنيجي نكتبه، ده كده تو، جنبيها هنا سي 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 وبي سي سي، ده هنا السبجكت لاين، ده هنا الجزء اللي هنكتب فيه الايميل، وده هنا في الاخر الاتاشمنت. طب هنا لو سي 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 وبي سي سي ناس كتير ما بتستخدمهمش، بس تو ده الكلام ده ليكم انتوا. اوكي، لو حد مثلا هيبعت لاكتر من ايميل لاكتر من حد، يعني احنا هنا دلوقتي كلنا 24، اوكي احنا كلنا 24 فرد، ال 24 فرد دول اوكي انا ممكن احطهم في تو، بس كلنا هنشوف ايميلات بعض. استاذ محمود هو سي او، هحطه اكيد مش هحطه معانا. اوكي احنا كلنا هنتحط في تو، بس عشان هو سي او مثلا، اوكي يعني بتاع الماركتنج منتورز، فهنحطه ايه بالسي سي سي. اوكي طب لو انا بقى عايزه ابعت للناس اوكي بس هم مش معانا، اعلى من سي او، اوكي ناس ما حضروش السيشن، هعمل فيهم ايه؟ هحطهم في البي سي سي. البي سي سي هم مش هيعرفوا بقى، انا مش عايزه اعرف استاذ محمود اللي انا بعت الايميل دوت او لناس ما كانوش معانا في الميتنج، فحطه في البي سي سي. What's the meaning of BCC blind carbon copy؟ والسي سي سي هو carbon copy. اوكي من الاخر البي سي سي لو عايزين نلبس حته في حيطه. اوكي طيب السبجكت لاين انتو ذا بوينت، هو من 3 لـ5 كلمات بالظبط، كلمات مش جمله، كلمات، عشان ناس كتير بتكتبها جمله، هي مش جمله هي كلمات. افتكروها بعناوين الصحف اوكي او في المنشات، او طبعا انتوا كأزا ماركتيرز هتعملوا ايه، بتكونوا زي اتاتشمنت كده، زي او مش اتاتشمنت، زي هيدلاين كده ياتراكت لي. فهم من 3 لـ5 كلمات. اوكي اوضح تاني السي سي سي والبي سي سي، بس نركز في البوينت دي. الجوب اب ابلكيشن مثلا، لو انا مثلا هبعت على وظيفه فهعمل ايه؟ هقول مثلا سينيور ريسيرشر، كونتنت كرييشن، انجلش انستراكتور، سيلز سبيشالست، كريديت اناليسيس. هكتب في التايتل السبجكت لاين بتاعي الاسم اللي انا مقدمه عليه. طيب لو انا مثلا احنا بنعمل ماركتنج كامبين عن طريق الايميل، انا عايزه الشخص يفتح لي الايميل بتاعي، اعمل ايه؟ اشوف مثلا نو برودكت، نو سيرفيس، نو اوفر، بس اقول جنبه ايه السيرفيس بتاعتي. لو هو مثلا ممكن يكون نسي، بس انا عايزه اوضح له السيرفيس ايه هي، فهكتب جنبها البرودكت. ممكن انا كمان مثلا هكتب ايه لو انا ببعت عن طريق الايميلز وكده، هكتب no business course، شكرا، no group for business course. هم 4 5 كلمات عشان يقدروا اللي هم يظهروا لهم في الايميل. meeting cancellation، بكتب مثلا meeting، ممكن اكتب meeting is cancelled، announcement على no product، into the point من 3 لـ5 كلمات بس ما بزودش. طيب نرجع تاني للتول والسي سي سي والبي سي سي. بصي يا جميله، بصي يا ايه، لو انت بعت لحد ايميل، هنفترض اللي هم 5 اشخاص، اوكي هديكي مثال بـ5 اشخاص وهديهم لك على الاسره بتاعتك. اوكي والدتك قالت لك على حاجات تعمليها، اوكي هنجهز مفاجاه لبابا، ووالدتك قالت لك انت هتبعتي الايميل ده لاخواتك، وحطيني انا في السي سي سي، ما هي اللي قايله لك، هي المسؤوله، تمام؟ فمش هتحطيها معاكي، هتحطيها في السي سي سي عشان تقولي لها اللي انا فعلا بعت الايميل، وهي هتشوف بعت لمين، بعتيهم بقى لاخواتك، اللي هتحطيهم في اخواتك في التو. بابا اللي احنا عاملين له مفاجاه، انا مش عايزه ماما تعرف اللي انا قلت لبابا، هحطه له في البي سي سي، فكده الحمد لله بابا هيكون شايف كل حاجه، وماما مش هتكون شايفه اي حاجه ولا اخواتي. حلو المثال ده كده، تمام فهمنا كده.
ايه نكمل. السبجكت لاين بيكون ظاهر هنا. السالوتيشن لو جينا بدأنا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الايميل، السالوتيشن اول حاجه بتكتب كلمه دير معروفه جدا، وناخد بالنا من الكابيتالايزيشنز. الكابيتال ليتر الدي لازم تبقى كابيتال، مس او مستر لازم بيكونوا كابيتال، وهقول لكم الفرق ما بين مس ومسس. وكمان البانكتويشن اي اسم هيكون كابيتال برضه، والاسامي بتاعت الدول برضو بتكون كابيتال. فنركز كويس جدا جدا في الكابيتالايزيشنز، لان بيكون الجرامر بتاعنا كده غلط او بيكون في ايرور وده بيتحاسب عليه. الفرق ما بين مستر، كلنا مستر يعني الرجال كلهم مستر، بس المراه احنا عندنا اثنين، لو متزوجه ام ار اس، مش متزوجه او انت مش عارف هي متجوزه ولا مش متجوزه ام اس. يا اما هتقول باسم لقب العيله بتاعها، يا اما هتقول باسمها هي. يعني انا مثلا مس فرحات، اسم العيله بتاعتي عيله فرحات، او حاجه تانية مدام لو هم عارفين ان انا مثلا مدام. اوكي مثلا يا اما اقول دير سير او مدام لو انا مش عارفه هم ايه بقى، لو شخص انا مش عارفه اسمه دير سير، لو هي انا مش عارفه اسمها دير مدام. في حاجه تانية تهمت ماي كونسرن، الى من يهمها الامر، لو هم مجموعه دير ممبرز اوف كوميتي، دير ماركتنج جروب، دير اتش ار مانجر، Dear Director, Dear HR, Dear Purchases Department, all of these you can write. لو هم مجموعة، لو هم مجموعة من الناس، لو أنا مثلا هاجي أبعت لكم إيميل بعد السيشن، أوكي Dear Attendees, الناس اللي هي حضرت، فدي لو مجموعة. بس بدل ما أنا عارفة الاسم خلاص. في كمان حاجة دلوقتي بتقدر اللي هي أستاذ محمود هيقدر اللي هو يكلمنا عنها أكتر، اللي أنا أبعت لكل شخص باسمه لو هم ناس كتير من غير ولا أتنديز ولا لأي الحاجات دي، عادي أبعتها باسم الشخص كأنه فورمال وكأنه أنا اللي بعتها بالظبط. أوكي طيب نعرف أكتر أو نعمل مراجعة أكتر الفرق ما بين الفورمال والإنفورمال والسيمي فورمال. كلمة دير مستر أو مس ده كده مور فورمال، كلمة هاي وهلو ما فيش فورمال، ليست فورمال. اوكي طيب كلمه دير وشلت مس او مستر ده كده سيمي فورمال. تمام طيب حاجه تانية، دير اول اوكي، هالو ايفريوان سيمي، هاي كوم ايفريوان انفورمال، دير سير اور مدام اوف كورس اتس فورمال، هالو لو انا هقوله بس انفورمال. دي الفروقات اللي بتكون في الايلتس والتوفل في الاكاديميك رايتنج، الفرق ما بين الفورمال والانفورمال. الكابيتالايزيشنز زي ما احنا قلنا الكابيتال، وبرده ممكن نحل الموضوع ده عن طريق جرامرلي، نستخدم ابلكيشن، واستاذ محمود برده هيقدر يقول لنا، بس بالنسبه لي جرامرلي حلو جدا. والايميل برده بالاي اي استاذ محمود هيكلمنا اكتر عنها، في اللي انا اكتب ايميل عن طريق الاي اي فهو هيكون اوريدي كاتب التفاصيل ديت، مش محتاجه ان انا ادققه واتعب نفسي، بس لازم انت تكون عارف الاساسيات. كلمه دير لازم تكون كابيتال، الدي كابيتال، الام كابيتال، الفيرست نيم كابيتال، البوزيشنز بتبقى كابيتال، الكونترز والسيتيز بتبقى كابيتال، الشهور بتبقى كابيتال لو هحدد ميعاد مع كلاينت. واخر حاجه افتر ذا بيريد بعد الفول ستوب او بعد النقطه بتبقى كابيتال، وما ننساش طبعا الـ I الـ capitalization بتبقى capital. okay. دول كده الـ capitalizations بتاعنا لازم نكون عارفين. نفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الـ opening، اختاروا أي واحدة منهم واكتبوها. I hope all is well. I hope you are well. I hope this email finds you well. I hope you are having a great week or day. لو احنا خارجين من أجازة ممكن نقولها I hope you are doing well. أي واحدة ممكن نكتبها، وبعد كده هنقول لكم نعمل ايه. ديت كده formal email 100%. طيب number 4 هنبتدي اللي احنا في الجولز. الجولز بقى ده كده clear، you have to be clear. For example هنا الجولز بتاعتنا ايه، يا اما انتوا بتبعتوا marketing campaign عشان احنا هنا في الماركتينج، okay. يا اما ماركتنج كامبين، يا اما بتقدم على شغل، يا اما بتستقيل، يا اما بتبعت لكلاينت، يا اما بتفولو اب مع كلاينت، يا اما بتبعت لحد ريكويرمنتس. كل الحاجات دي ريليتد تو ايه، بالجولز.
كل ما احنا ما فيش حاجه ثانيه. لو انتوا جيتوا عدتوهم معانا ماركتنج كامبين تسال على سؤال كويشن طلب ريكويست نمبر 4 يا اما ايفنتس اور اكشن اوف ميتينجز ام او ام بتابلاي على وظيفه فولو اب مع كاستمر. هل في حاجه ثانيه حد عايز يعرفها؟ ما اعتقدش. اوكي فده كده كل حاجه خاصه بالجوز. انا هنا كتبت ايه؟ I'm delighted to inform you that we are now offering a 30% discount in our entire inventory. انا هنا وضحت له اللي انا مسروره او انا فرحانه اللي انا باعلنك اللي انا عندي اوفر 30% discount خصم على entire inventory على المخزون. اوكي ده كده لو حاجه بسيطه في الماركتنج كامبين into the point على طول. تاني حاجة for example I would like to ask you for further documents please attach the following documents. لو في حد مثلا بيfollow up مع client بس لقى ورقة هو نسيها أو هو عايز بيسأل على أوراق بتتبعت okay. فابتديت اللي أنا أقوله I would like to ask you for further documents please attach the following documents نرجع اللي هو الرفقة في الattachments وابتديت اللي أنا رقمهم له عشان ما ينساش حاجة 1 CV 2 passport number 3 certificate. ده كده الجولز. طب انا بكتب كل جول ازاي؟ كل جول وليه الطريقه بتاعته. اول حاجه البادي اوكي if you have one or more types so divide your email into paragraph. لو في اكتر من حاجه لازم ان انا اقسمها لتول 3 بس التول 3 ما يكونوش اللي هو مقال عشان الايساي بتاعنا ما يروحش في الاتاش ما يروحش في السبام ام سوري. فلازم ان هم من 2 ل 3 paragraphs بس بلاش اللي انا اشتكي والوم just اللي هو into the point if you have a further questions بس لو انت عايز اسئله تانية ممكن تكونتاكت مي عن طريق الايميل شكرا. فبلاش اللي انا زود هو لو عايز تفاصيل اكتر ومتحمس اكتر هو هتلاقيه further to the questions. طب الـ reasons انا بكتب ازاي؟ اول حاجه I'm writing to inform you about the product that I received from your company. I'm writing due to English instructor job. I'm writing with regard to the last email. حد بيعمل follow up. I'm writing on behalf of our session today. كل الطرق ديت انت بتكتب السبب انت بتكتب ليه بتكتب ده ليه هل offer هل بتعمل لي عرض هل بتعمل لي حاجة into the point على طول موضح لي. I hope everything is going well. ده كده أول خطوة. تاني خطوة السبب اللي أنا بكتبه I'm writing due to plus the goal. شكرا. يعني كده أبسط طريقة اللي أنا أكتب بيها إيميل مش محتاجة أي صعوبات خالص. لو أنا جيت قلت what are the types or kinds of emails ده اللي أنا لسه عليهم دلوقتي requests, questions, passing information, mind to of event and action meeting. لو أنت هتعتذر مثلا لحد عملت مثلا خطأ في الإيميل أي حاجة فمفروض اللي أنت بتعتذر فالمفروض اللي أنت هتبعت apologize الإيميل بس مش شرط متابعة وحاجات إعلانات وكده لا. ال request لو أنت هتطلب طلب ممكن نقول please جمع وابتدي اللي انا اطلب اللي انا عايزه please send your resume please apply to my offer please attend the session please وببتدي اللي انا في الاوردر بتاعي على طول. بس لو انا مش هقول please بطريقه اشيك شويه هقولها ازاي could you please send me your resume هما الاثنين واحد بس ممكن please وكما وبعدها ديت تبتدي اللي حضرتك تكتبوها حد معايا في الشغل بس okay could you please give me a direction to لو احنا مثلا هنقابل client تمام. اخر حاجه would you mind sending me your resume ممكن استخدم would. فاحنا الاثنين الاوبشنز اللي عندنا هي would و could بس اي حاجه ليها علاقه بالبزنس انجلش would و could. I would like to meet you at 3 p.m. is it suitable for you if it's not please could you recommend another time. وابتديت اللي انا اقول الوقت وشكرا. اخر حاجه asking the questions او مش اخر حاجه لو انا مثلا هاجي اسال سؤال انا عايزه اسال سؤال للكلاينت بقى بتاعي للموظف عندي لاي حاجه I would be grateful if you could check the attachment. شكرا. كلمه thrilled ما ينفعش اللي احنا نقولها لان كلمه thrilled معناها ابتهاج قوي
فهنا ممكن اقول grateful، ممكن اقول delight، ممكن اقول happy، بس ما ينفعش اقول كلمه thrilled، لان كلمه thrilled جايه من كلمه thrill، وthrill معناها الزغروطه، فاحنا مش هنقول لا لا يفرح اوكي حاجه تضايق. فخلينا يعني ضيوف خفيف. I would particularly particularly like to know the price of، لو في حد عايز يبعت يسأل على سعر. I would be interested in having more details about، أنا عايز أعرف أكتر عن البروجكت ده. I wonder if you could check the attachment. Could you reply this email as soon as possible؟ الحاجات دي كلها. If you wanted to ask any question you can write it. I'm writing to ask you about blah blah blah. If you could and start to say what you want. Example here, I hope this email finds you well. Dot I capital. I'm writing due to the facilities in December 2020. It is capital. Could you please see it capital? See, I think here is capital or small. Just 1 second. Yes, this is capital. Could you please? Could you please check the attachment? وش وهنكمل لسه الايميل بسيط وقصير جميل into the point على طول. When I wanted to apologize I can say sorry or I can say I'm sorry if or that or about and start to say about receiving or sending your resume. I'm sorry about or I'm sorry if you didn't receive. So just to try to say if or that or about. نختار اي حاجه منهم، مش لازم يكونوا هما يعني نثبت واحده. انتوا بعد كده هتبداوا اوتوماتيكلي ايديكوا تاخد على الايميل نفسه. اخر حاجه الكومبلين، ودي ما بحبهاش الصراحه. لو حد هيشتكي لحد فدي كلها هتبقى الاكشن بالماضي، يعني الباست سيمبل كلها هتكون باست سيمبل، ما ينفعش ان انا اكتب بريزنت سيمبل، باست سيمبل لان ده خلاص حاجه حصل. I'm writing to complain about وسام. Okay, I'm right to complain about وسام. وسام is not helpful at all and she is not organized. She said to me 1, 2, 3, but in fact what happened 1, 2, 3. Okay, طبعا عم بهزر. وسام صاحبتي مش كده ابدا. Okay, فهنا I'm writing to complain about، ابتدي اللي انا اقول سبب المشكله ايه. You said، هي قالت لي كده او انت قلت كده. She said that، لو انا بكلم customer service، but في الواقع حصل حاجة تانية خالص. آخر حاجة الـ closing. Okay. If you require any further information please don't hesitate to contact me. لو أنت عايز أي أسئلة أي معلومات تانية تقدر أنت تبعت لي، لأن أنا هسيب لي الكونتاكت بتاعي. I look forward to hearing from you. أتمنى أن أنت أسمع منك لو إحنا مثلا بتكلم بوينت أو بتقوله مثلا أو بترتب arrangement لو انت هتapply على وظيفة. Please contact me if you have any further questions. Thanks a lot for your time and your effort. Thanks a lot for help. لو حد مثلا كان بيساعدك. I am looking forward to hearing and don't forget that here عشان I look forward to hear. ده كده expression على بعضه لازم بعد تو هيجي ing. I hope you find our catalogs appropriate for your business. اوكي الكتالوج بتاعي اللي انا مثلا بعته ودوت هيكون related بي الاتاتشمنت طبعا اللي انا بكون بعتاه. اخر حاجه الاندنجز، انا ما اتمناش طبعا لاي حد يكتب best regards عشان best regards ده احنا مش في لجنه، والله احنا ما في لجنه، فهيكون ايه يا اما sincerely يا اما faithfully الحاجات اللي متعلمه عليها اخضر يا اما regards اكتر طبعا حاجه formal. وانا نفسي بحب sincerely. اوكي بس وشز ما تكتبش خالص الحاجات بقى، كل الباقي ممكن يكتب عادي بال في الانفورمال اوكي او السيمي، بس في الغالب انفورمال. في بقى سيجنتشر كده احنا ممكن نحطها عادي جدا تمام، ودي انا هقولها لكم ازاي دلوقتي. سنسور لي كوما الاسم بتاعي، رقم الموبايل، الايميل، حاطه لينك الفيسبوك، لينك لينكد ان، وعلى فكره انا ضايفه اليوتيوب شانل بتاعتي. وده كده ايميل، الايميل to ccc ده الديت طبعا dear لي. ده كده لو حد شاطر هيقول لي ده فورمال ولا انفورمال في السريع كده رايتنج، ده فورمال ولا انفورمال. ممكن نكتب في الشات عشان نطبق فورمال ولا انفورمال.
الناس اللي سامعيني ايه؟ لا ده فورمال اكيد. انا بتقول فورمال، استاذ احمد قال انفورمال. عايز اقول لك ان وسام بتبعت لي برايفت الاجابه، فخليها تبعت لك انفورمال. لا تبعت لك، تبعت عادي، في كذا حد بيبعت انفورمال. ايوه في حد فتح المايك وقال انفورمال والناس ايوه شوفوا يا وسام انفورمال. انا ايام who's talking؟ حضرتك استاذ سامح، اذا حضرتك استاذ سامح يعني he's one of my students okay. فانا كنت قايله له اللي هو يحضر السيشن اوكي لان انا نسيت المره اللي فاتت ابعت له thank you for attendance. عايش صح بالظبط كده، هي informal. عايش اوكي ليه informal؟ اول حاجه دير لي ما قالش ولا مس ولا مستر، ده مبدئيا كده وبالظبط ما فيش فواصل. تاني حاجه ايه؟ I apostrophe M I am copy، المفروض تكتب I am best wishes، دي أكبر دليل اللي هي informal. تمام؟ الإيميل ده مبعوت informal ليه؟ مبعوت informal حاجة friendly كده، حاجة مثلا إيه يعني أنا مع أستاذ محمود إحنا CEO وأستاذ CEO، بس مش هنبعوت إيميلات يعني formal لينا قوي، لأ هتبقى friendly فهيكون informal بالشكل ده. No paragraphs بالضبط كده، هو ده paragraph واحد على فكرة، هو ده just one paragraph. طيب ده هنا ايميل تاني bad example، ده Emma comma I need your report by 5 PM today or I will miss my deadline. دوت كده ده bad example لان ده كده friendly خالص، مش يعني ده informal بالمرة. هنا hi Emma thanks for your hard work on the report، could you please get your version over to me by 5 PM so I don't miss my deadline. Thanks so much. Sincerely, Harry. ده كده إيه؟ ده كده semi formal. خلاها مشاش friendly شوية. ده كده يعني كانت أمثلة بسيطة. Okay. سهلة. ده thank you. لو في حد عنده أي سؤال يا ريت اللي هو يسألني. قبل ما اروح لجزئيه ثانيه، ودي السوشيال ميديا بتاعتي half and half على يوتيوب لينكد ان تيليجرام اند فيسبوك، بس لو في حد عنده اي سؤال يا ريت اللي هو يقوله لي. استاذ احمد بيقول ده بيكتب كويس، انا مش فاهم. شات جي بي تي رايت ايميل. الو يس هلو مستر محمود. هو في اتنين او مايكين مفتوحين فممكن حضرتك تشوف واحد. طيب كده تمام صح؟ كده تمام. Yes. طيب ممكن الناس تكتب الاسئله في الشات، وهنستغل ان انت موجوده معانا، وهنفتح الاكزامبلز بتاعت الاي اي وانت تقولي لنا هل ده صح ولا غلط، هل هو بيكتب لنا صح ولا غلط، هل في حاجه احنا لا المفروض نضيفها، في حاجه مش واضحه، في حاجه لا هو ازاي بيعمل كده، او هل ده شيء كويس، او ده ممكن اصلا الناس تستفيد منه ازاي، يعني هل دي حاجه فعلا مفيده وبتفيد على مستوى بقى اللانجوج وكده، ولا اصلا هي حاجه مش مفيده ولا اي حاجه واحنا بنتغفل يعني. تمام، فخليني اقول كده مين بوينتس او النقط نفسها، وانت ايه قولي لنا لا تمام ده صح او ده غلط. تمام طيب خلينا كده نقول مثلا ان هنا مثلا لو قلنا مثلا انا مش عارف انت شايفين السكرين صح؟ احنا شايفينها. ايه مثلا كده هنا مثلا دي في الشات جي بي تي زي ما في حد كان لسه بيقول احنا بيكون عندنا مور اكزامبلز كتيره او مختلفه واحنا بنختار ما بينها، هل احنا محتاجين نكتب ايه بالظبط؟ فانا ممكن مثلا نختار حاجه مثلا يعني ممكن اصلا يعني تشوز الميل نفسه، ومثلا لو هنكتب حاجه تكنيكال ميل
فبيبتدي ان هو ينتروديوس لينا او يطلع لينا البروموتر ده او يطلع لينا الميل بيكون زي كده، وبنختار احنا طبيعه الميل نفسه او طريقه الميل نفسها. تمام، فهل طريقه الميل دي كده بتكون مظبوطه؟ في حاجات معينه ممكن نقدر نضيفها، في حاجات لا طريقه الميل دي مش صح، وهكذا يعني. طيب ده كده دلوقتي هو مثال صح؟ ده كده مثال قصادي صح؟ اه بالظبط. هنا اول حاجه نيم، يور نيم وبوزيشن. احنا ولا بنكتب مين، احنا ما جبناش سيره البوزيشن خالص. احنا ممكن نكتب البوزيشن تحت في الاخر في مع الامضاء زي ما انا كنت كاتبه بتاعي. فاحنا هو ما فيش دير، فلازم اللي احنا بنكتب دير وبنشوف ماستر ماستر وبنشوف الفول ستوب والكوما. تاني حاجه الكومباني، الكومباني ده ممكن هقول عليه نظام. لو انا مثلا مش هكتب ايميل هكتب كوفر ليتر، لان احنا في الكوفر ليتر بنحتاج اللي هو الكومباني ساعات برضو مش ساعات، هو اكيد في الموتيفيشنال ليتر ذا كاستمر اور تيستيمونيال. وببتدي اللي انا كمل ببتدي اشوف الاوكيبيشن واللوكيشن، فين العناصر بقى الاساسيه بتاعتي مش موجوده. فاحنا ممكن ناخد العناصر الاساسيه ونضيف عليها دي. طيب ممكن مثلا ناخد مثلا مثال، ممكن مثلا تبعت لنا في الشات مثال لو احنا محتاجين مثلا نكتب مثلا ايميل. يعني مثلا انا ممكن هنا مثلا نقول له ان خليني هنا نعمل كده مثلا ونقول وهنشوف ايه الحاجه اللي هو ممكن يديها لنا. يعني انا ممكن مثلا اقول له اي مثلا نيت ايميل، تمام، او هنقول مثلا سند email to my مثلا manager. تمام، I asked أو I ask him I ask him ممكن نسأله مثلا عن إيه and new مثلا vacation ماشي. انا ما بلاش ايشو، خليها نيو بوزيشن افضل عشان ايشو ديت اقصد فيكيشنز. بس ماشي اوكي، خليه مثلا نيو بوزيشن. خلينا مثلا برضو هنا نحط له اي نيد مثلا فورمال ايميل ونشوف هو مثلا هي 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 هيطلع لنا ايه. و طيب هو في حد ماشي قبل ما يطلع، بس هو في حد بعت على الـ على المسج. اوكي هو طالع عندي ده، هو كاتب I need to send an email sending invoice for paid payments. هو كاتب له فعلا بالتفصيل، فقال له ايه السبجكت لاين، شوف السبجكت لاين invoice for paid payments 1 2 3 4 كلمات بس. كتب دير والكلاينت بتاعنا وكتب كوما، ما ننساش ميس اور مستر خالص. اوكي I hope this email finds you well زي ما قلت في الاول. وبعد كده قال ايه I'm writing to provide. الكلام اللي انا قلته تاني step I'm writing to provide ايه السبب الجول بتاعنا. اوكي you with the invoice for the payment. وبعد كده receive for the service او products rendered by، وقال اسم الشركة، حط اسم الشركة. وبعد كده we greatly، حلو جدا. طيب ننزل بقى تحت، كمية بقى رغي كده ما التزمش بأكتر من دي. يعني المفروض as maximum two parts. ممكن مثلا ممكن نقول له small مثلا. والله ولا هنقول له ولا أي حاجة، هناخد الكلام ده copy paste كده من أول blow or the details to the payment made، وهبتدي اللي أنا أعمل copy للكلام ده كله أحطه في برنامج على برنامج word وأملى الكلمات. وأنا هنا أكتب إيه if you have any please check the attachment وشكرا وانهي وانا ارفع له الاتاتشمنت، لان بالطريقه دي ده كده ما بقاش ايميل. اوكي الايميل حاجه صغيره، فانا مش هقدر ان انا اشير حاجه كبيره، فانا هاخد الكلام بقيته. يعني هو ابتدى الايميل صح جدا وبقيته هبتدي ان انا اخده كوبي احطه في دوكيمنت وابعته واقول things attachment. زي ما حضرتك هنا قايل لك dear manager's name، هقول dear mister كذا او dear CEO اللي حضرتك عامل له شير دلوقتي. I hope this email finds you well. نفس الكلام اللي انا قلته I'm writing to express، قال لي السبب انا بكتب ليه، to express my interest in purchase
purchasing a new position within the company, new position, as an A, dedicated and committed member of the team. ابتدى اللي هو I believe that my skills, ابتدى اللي هو يدي حتة فيها كأنها cover letter. Okay. بس هو المفروض الأصول هنا كان يقولها إيه؟ كان يقول التايتل بتاعه أو الحاجة البوزيشن اللي أنا مقدم عليها. أما باقي الحاجات ديت مش هينفع لأنا أقولها، يعني أنا ممكن زي ما قلت كده أعملها كأز أن أتاتشمنت، لأن ساعتها هتبقى cover letter. يعني هنا مثلا throughout my tours at company كذا I have considered، هو ابتدى اللي هو يشرح كأز cover letter للسكيلز واللي هو قد إيه اللي هو شخص كويس. ممكن برضو يعني عشان نبقى احنا فاهمين، هو في التولز زي دي هو بيعمل المأمور بيه دايركت، تمام؟ فاحنا لو انا مثلا هنا بعت له مثلا حاجه ثانيه، تمام، اقول له ان انا محتاج الحاجه، محتاج الايميل شورت، فيبتدي هو يكتب الشورت ميل. فاهم قصدي؟ فعلى حسب هنا مثلا طلع الميل شورت كتير جدا، حلو، بس طلع هاو ماني باراجرافز 1 2 3 4 ممكن نشيل واحد منهم، لان اخر حاجه بص حضرتك thank you for your time and consideration I look forward to the possibility، دي مش هينفع نشيلها، دي لازم. وقال لك sensory، ممكن بس حضرتك تطلع سنه فوق كده، وهنا برضو قال I hope this email، سنه كمان عشان عايز اشوف الايميل اللي قبله في الاخر هو نهى ازاي عشان ما شفتوش بالظبط كده. قال thank you for considering my request full stop I greatly appreciate your time، حلو جدا، I look for، نهايه رائعه، نفس الكلام اللي انا قلت لكم في اي واحد، نفس الستايل، هو مفيش، بس الفكره ان الايميل لازم يكون شورت، مش عارفه احنا مكبرينه ليه. طيب خلينا نعمل حاجه ثانيه، خلينا نيجي مثلا هنا عند الجيميل، ونيجي هنا في التول دي مثلا برضو انت هنا هتقول لنا حاجه ثانيه برضو. لو احنا جينا هنا وقلنا له احنا في تول هنا بتبتدي ان هي تقول لنا لو احنا جينا مثلا هي اللي بتكتب الميل دايركت، هنا نقول مثلا ان احنا تعالى كده نقول هنا ميل. او باي ذا واي في حد بعت على السوري اللي مقاطعه حضرتك، في حد بعت وارم ريجاردز، ما ينفعش اكتب تهانينا الحره مش بفرح، فما ينفعش اكتب وارم ريجاردز، ابتدى اللي هو يكتب الميل. الكومنتس دي كويسه جدا، يعني كويس جدا، يعني بقول الكومنتس دي كويسه جدا، يعني عشان تبقى فاهمه ان احنا هو بيكتب ميل، بس انت لازم تشغل دماغك معايا، يعني انت مش هيكتب ميل وانت مع نفسك يعني. طيب بص، دي تول ثانيه برضه بنستخدمها، هي بتكتب الميل دايركت، انا بديها التايتل زي هنا مثلا كده، والمفروض هو بتكتب الميل دايركت، تمام، بغض النظر بقى انا بس بدي للتول الهيدلاين وتكتب الميل دايركت، بقى هو يبتدي يدسكس الموضوع مع نفسه كده، ويقعد هو يكتب الايه الايميل مع نفسه، فاهم؟ بناء على الكلام بس، فهو بدا يحط اهو الايميل، بدا هو يكتب. طبعا نقعد نفكر شويه في الهيدلاين علشان نبقى متاكدين ان هو فعلا مطلع اللي انا محتاجه، يعني لازم اكتب هيدلاين مظبوط قوي 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 عشان اقدر اطلع اللي انا محتاجه. بس انا بدي اكزامبلز كده سريعه بحيث ان هو يديني غير كابل. ناخد بالنا يا جماعه من بيست ريجاردز اللي بيكتبها في الاخر، ما ينفعش اكتب بيست ريجاردز، بالله عليكم محدش يكتب بيست ريجاردز، التزموا بسنسرلي افضل شيء، بلاش بيست ريجاردز، والله بتبصوا افتكروا لجنه الامتحان بأطيب يجيب لكم امتحان وحش وفي الاخر يكتب مع اطيب التمنيات والتوفيق، وهو اصلا مطلع عيني بالظبط، فبالله ليه محدش يكتبها، افتكروها. فهو هنا بيطلع لي بقى ايه، فبرضه يعني شوفي كده شوفي الريزلت دي وقولي لنا رايك فيها ايه. I hope this email finds you well. حلو جدا، زي ما قلنا في الأول dear مستر وما كتبش مستر، هو كتب اسم حضرتك على طول. My name is كذا and I'm writing to inquire about your marketing okay program as an inspiring inner pioneer. I am always seeking هو بيكتب after research okay ماشي هو بيكتب كحتة cover letter، يعني هنا بروجرام، فبيديها كحته ايه، بيدي حته، بيرمي حته كفر ليتر في النص، يعني باي ذا واي الكفر ليتر هيكون زيه بالظبط، نفس الكلام اللي هو بيكتبه
وهو مش فرق كبير. ولو حد عايز يعرف الكفر ليتر يا شباب وازاي يكتبه هتلاقوها برضو على الشانل عندي على اليوتيوب في سلسله مسميها البس شغلانه. اوكي فالسلسله دي هتلاقوا فيها كل ما يخص الشغل، الكفر ليتر والموتيفيشن ليتر وكل حاجه واسئله المقابله الشخصيه كله. انا مسميها البس شغلانه دي مقصوده عشان احنا بنلبس في الشغل، في الشغل ما بنلبس فيه. هنا بقى thank you for your time and consideration. I look forward to hearing it from you. أحلى حاجة البانكتويشن مضبطة جداً. Best regards قلناها. آخر سطر بيقول additionally I would like to know more about your approach to mentoring. ده هنا لو حد عايز يعرف تفاصيل فهو قالها و thank you. فهو in general أنا راضي عن الإيميل ده. طيب تمام يعني كويس جدا. طيب نختبر حاجه ثانيه. هنا مثلا انا بديله الفلتون دي مثلا بديله السبجكت والمفروض ان احنا محتاجين نتكلم عن ماركتنج كامبين بروبوزل، وهنا بختار له انا محتاج فورمال ولا فريندلي ولا انفورمال ولا ناتشرال ولا على حسب انا محتاجه ايه، وبعمل له جنريت ايميل ويبتدي هو يطلع لي الايميل. حلو جدا. ببتدي ان انا اخده كوبي. هو تقريبا كله تقريبا متوحد في حته دير دي، يعني كله واخد نفس الاكيد نفس ده يعني، بس هنا يعني مقسمها نقط وهكذا برضو. عايز اشوف كاتب ايه في الاخر. اوكي هو كان بس معلش في سؤال حد بيسال. اوكي بس انا مش فاهمه معنى السؤال بالظبط. How can we use this plugin on the email Gmail؟ هو بيسأل عن التول اللي في الجيميل. نعم هو بيسأل تقريبا عن التول دي I think، يعني دي صح. ما انا ما فهمتش قوي يعني، فممكن بس حد صاحب السؤال يوضح. وعايزه برضو اللي انا اقول لهم بعد ممكن بعد ما حضرتك تخلص الموضوع دوت شفت حضرتك عامل سيجنتشر، عايزه اقول لهم برضو ازاي يعمل السيجنتشر ويحط اللينكات بتاعتهم. عشان دي برضو حاجة بتبقى professional أكتر للشخص، خاصة لو الشخص ماركتير بتبقى efficient فيه. والله حتى لو مصدر ماركتير بتبقى حلو بتبقى طيب إيه رأيك كده؟ Dear Mr. هنكتب Mr. اتفقنا. We are pleased to present our proposal for حلو جدا your upcoming marketing campaign. Our team just one second. Okay, our team has carefully analyzed your business objectives and target market to develop strategies that will help you to achieve your goals. Our proposed marketing campaign including من أول اللي هو our proposed marketing campaign includes the following key elements من 1 to 5 دي المفروض تشير. Yeah, عشان نخليها الموضوع كبير جدا صح؟ بالظبط. أنا أصلا عايزة يروح فين؟ دي كأنها الاندكس بتاعت البروبوزل، حضرتك فهمني؟ يعني دي كأنها الفارس بتاع البروبوزل. أما أنا بقى عايزة إيه؟ أنا عايزة أصلاً أخليه يفتح البروبوزل، ما هو كده عارف اللي بره اللي جواه، أنا عايزة أحوله اللي هو يفتح البروبوزل. فالمفروض اللي أنا هشيلها 1 قللت الإيميل طبعاً، 2 خليته اللي هو فورمال جداً. اوكي وفي الاخر قال لي وي بيليف ذا ذس ماركتنج كامبين ابتدى اللي هو يدي اندنج او ابتدى اللي هو يدي كلوزنج. وفي الاخر قال شوف ايه قال سنسرلي، ما قالش دير ولا عكس الناس التانية ما كان قالوا ريجاردز والكلام دوت. ليه بقى؟ لانه دي فرقه بشكل كبير في حته الفورمال، يعني انت هنا بتختار بشكل يعني سبيسيفيكلي اكتر، فدي حاجه تمام يعني. بالظبط يعني احنا المفروض مثلا نعمل مثلا كده ونعلم على دول بالاحمر. لا من اول لا مش من ديت، من اول our proposed. من اول our proposed ايوه، ونشيل من اول we behave ديت بنشيلها we believe I'm sorry. ايوه من اول هنا ديت اوكي لحد نمبر 5 بس كده. دي لا ايوه كي بي اول دي كده المفروض تشيل. تمام دي كده بالنسبه لنا السليمه صح. دي او دي مثلا بالنسبه لنا طبعا مش هننسى نقول له بيس تشيك ذا اتاتشمنت. طبعا اوكي يعني حتى عشان في ناس بتبعت وبتنسى الاتاتشمنت. يعني انا مره من ضمن الاخطاء اللي انا عملتها لما انا كنت شغاله بشتغل بي ار انا نسيت الاتاتشمنت. عملتها مره واحده بس انا عملتها مره واحده بس نسيت الاتاتشمنت، فبعت ايميل تاني صح من غير ما اقول سوري حاجه، بعت ايميل تاني كده الاتاتشمنت فيه وانا سوري ولا اي حاجه. طيب ده شيء كويس. بالمناسبة الألوان دي مش نفس التول عشان بس الناس تبقى التول تاني.
مهم. طيب آخر حاجة اوكي اخر حاجه، وانا هقول بعد كده السيجنتشر. تمام، ده اصلا ده معمول مخصص للايميل التول دي. تمام، هوبي كوبي بنختار طبيعة الميل وعلى حسب احنا هنعمل ايه في الميل. تمام، وبعد كده مثلا انا عايز اعمل برودكت لانش، ويبتدي ان هو يقول لي مثلا دي طبيعة الميل بتاعت البرودكت لانش، وبتبتدي مثلا تحط هنا البراند. مثلا هنقول هنا هنقول مثلا اسم البراند اكس مثلا واي زد. تمام، وخلينا هنا تارجت بيرسونا مثلا هنقول سمول بزنس، وهنشوف هنا هيعمل ايه يعني. يمكن ثانية هنا واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. What do you want to cover؟ الحاجات اللي أنا المفروض أكفرها. أوكي ماشي كده، حضرتك عاملها كاجوال فريندلي. أنا عايز أختار لسه عشان بروفيشنال، مفيش انفورمال، بيكون بروفيشنال. بروفيشنال هي فيها انفورمال. تمام، ومثلا بعد كده جنريت. هو في ناس بتسأل على الأداة، أنا ديت الأداة اللي احنا مستخدمينها دلوقتي اسمها هوبي كوبي. اوكي، وكانت قبل كده وكانت قبل كده تقريبا AI ميلر. بالظبط، AI ميلر، ودي هوبي كوبي، وقبلها كان ممكن ابعت لكم برضو اللي قبلها كانت ايه عشان انا مش بحفظ اسماء بصراحه. طيب دي ده كده الميل. تمام، حاضر، هحط لك اللينكات كمان يعني، ممكن انا احط لك اللينكس كمان. حاضر، يعني اللي محتاج اي حاجه من كل اللي حصل النهارده في كده هنبعته. ده بص كده الميل، ده كده انا الميل. عندي هنا ملحوظه على السبجكت لاين، لان السبجكت هنا موضوع تعبير. اوكي يعني السبجكت بصوا لاين احنا كده خلينا متفقين ان كل التولز هنا هي بتديني باستفاضه، فانا مش لازم اخد كل حاجه كوبي. دي اول نقطه. تاني نقطه، السيجنتشر لازم زي التول اللي فاتت ما تبقاش بيست ولا اي حاجه. الهيدلاينز لازم نكون عاملين عليها فوكسنج جدا، لان هي بتفرق في الريزل في الاخر. تمام كده، تمام بالظبط. حلو. فالسبجكت لاين هنا don't miss out، اللي هو بص الحق العرض. ما هو اوعى ايميل يفوتك. ماركتنج، ثانيه واحده، ده ايميل ماركتنج يعني، ده شغل ايميل ماركتنج، مش شغل فورمال ميل او كده. بس هنا بي تو بي بقى يعني، ده اصلا دي هوبي كوبي معموله علشان الايميل ماركتنج اكتر من ان هي ببعت ميل من بيرسون لبيرسون يعني. مش هي من يعني مش بيرسون لبيرسون. اوكي هقول لحضرتك العين بصراحه كده، احنا لما بيجي لنا ايميل او لما بيبعت حتى رساله على الموبايل الحق خصم مش عارفه ايه، حضرتك بتفتحها. بص هقول لك على حاجه، احنا دايما حاطين برسنتج. لا هقول لك على حاجه، احنا دايما في شغل الايميل ماركتنج بنبقى حاطين برسنتج حوالي من 10 ل 20% هم اللي هيتفتحوا. فعشان كده دايما بنكفر ان انا لو محتاج اوصل او اكونفرجن 100 عميل فانا ببعت ل 1000 عميل. لو انا محتاج، فانا محتاج من ال 1000، من ال 100 عميل اللي هيفتحوا المسج 10 منهم يسالوا عشان في الاخر يشتري منهم واحد اثنين من ال 1000. تمام، فده بيبقى ده النورمال، خصوصا بقى لو احنا في موضوع بقى المشتريات والكلام ده يعني. لو مثلا شركه بتجيب مشتريات ومواد خام وهكذا، بتبقى انترست جدا بالميلز اللي بتجيبها من اللي بتجي لها من السبلايرز. تمام، انا برضو كنت بقول كده لحد ما اشتغلت في موضوع ان انا بيجي لي حاجات من سبلايرز، او بنبعت حاجات من سبلايرز كده، وحته الاستيراد وكده، الحاجات دي بتفرق يعني. بس زي ما انت برضو بتقولي، على المستوى الاشخاص، لا طبعا ما حدش بيفتح حاجه. انا بابا بقول كده don't miss out، دي نشيلها ونبتدي من اول get the first 100 purchases. من اول get ونشيل الجزء الاولاني ده نشيل دي كده مثلا. بالظبط. اوكي اوكي صح كده، بالظبط كده. اوكي هنبدا اللي هو من اول دير طبعا discover the future، ديت مالناش دعوه بيها، ولا discover the future ولا بتاع، مفيش حد هيكتشف المستقبل. دير سمول بزنس ايفري وان، يفضل لو انا عارف الاسم بتاعه. اوكي دي حاجه هقول عليها.
والله هنبعت كل حاجة أستاذ أحمد، هنبعت كل الأدوات وهبعت لكم كل الحاجات. وفي حد بيسأل الإيميل يتكتب بالعربي؟ ما فيش أي إيميل يتكتب بالعربي خالص يا شباب، كل حاجة بالإنجلش أستاذ أمرنا، كل حاجة بالإنجلش، الإيميل لازم يتكتب بالإنجلش. أنا تعبت في الموضوع ده جدا، قلة قليلة بعتي إنجلش وهم يترجموا بعربي. يعني تعبت في الموضوع ده، أنا بيجيلي إيميلات يعني ولا هم ولا السي في، عشان في ناس في حد بعت لي السي في بالعربي وقلت له مش ما ينفعش لازم تتعمل انجلش. اوكي فدير سمول بزنس ايفري ون ايفري وير ام سوري، هيكون بروفيشنال اكتر لو انا كلمت الشخص بنفسه، بس لان ده كده ايميل عيب. ممكن اقول دير سمول بزنس، بص هوضح برضه حضرتك حاجه هنا، لان ده في الفرق ما بين الايميل ماركتنج اللي هو انا ببعت لكل الناس دايركتلي، فمش ببقى عارف بقى مدير المشتريات اسمه ايه، ببقى مثلا باعت اسم الشركه او انفو ات مثلا. احنا قلناها لما انا قلت لك دير كوميونتي او دير ماركتنج جروب، فانا هنا هشيل بس افري وير. اوكي ماشي، اوكي هقول دير سمول بزنس بس. اوكي لا دي هنخليها افري وير، هي اللي هنخليها وي ار اكسايتد تو اناونس ذا لانش. لا العكس، هنشيل دي. لا العكس، العكس صح. يو ماي جاد، على انا مهله حضرتك، طلع لنا واحد تاني خالص. في بلدان لازم بالعربي، ممكن اخليه انجلش وعربي كده، تبعتي الايميل مرتين. انا عارف الدول دي، لا انا الدول دي كنت بتعامل معاها ازاي من غير اسماء، ذكر اسماء، كنت ببعت لهم انجلش واقول لهم يا جماعه ترجموا، انا مش هبعت حاجه بالعربي، فانا كنت بعمل معاهم كده. وده الصح، هو انجلش مش من الايميل، مش متخيله عربي يعني. أنا ممكن أبعت لك أمثلة عشان تشوف اللي إحنا بنشوفه. ماشي أوكي. هم غيروا، هو غير. طيب ما فيش أي مشكلة، هو التاني كان صح، وهنا we are too we are excited to introduce you to half and half or market marketeer mentors. Okay, and they start regionally for project that will regionalize the way small business not business. التانية كانت أفضل، دي لو طلعت دي مش أنا. دي لا. التانية كانت أفضل فعلياً. ديت لأ. كانتش أفضل، وهقول لحضرتك ليه ما كانتش أفضل، لأن الانتروداكشن ما كانتش قوية. فإحنا ممكن لو إحنا نعمل ماركتينج كامبين أو حاجة، ممكن اللي إحنا نجرب أكتر ونشوف أكتر من طريقة وأكتر من مثال، وإحنا بقى ندمج. بس هو هو الاصل في الموضوع بيمشي كده، يعني انا احنا لما بنيجي نستخدم الاي اي في الايميلز والكلام ده، مش بناخد كوبي بيست دايركت هو كتب لي الايميل فباخده انقله، نو واي ان ده يحصل. احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد يعني بناخد الافكار وناخد الطريقه والنو هاو، ونبتدي احنا نشورتلي من كل حته كده، ونبتدي ان احنا ايه نشتغل على ده، وبعد كده نحط السيجنتشر بتاعتنا وخلاص. لان احيانا بتبقى الـ 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 لما بنعمل مثلا كرييت كوبي او حاجه، بتبقى الثانيه افضل من الاولانيه، او الثالثه افضل، او الاولى كانت افضل، وهكذا. فده بيخلي الموضوع احسن يعني بشكل كبير. طيب هنا مثلا احنا ممكن نقول للناس الاول السيجنتشر، عشان بس انا حاسه ان انا هنسيها. ماشي اوكي بس انا اقول للناس السيجنتشر، هعمل شير سكرين دلوقتي، من عندي وهقول لكم ازاي تعملوا سيجنتشر. تمام احنا هنيجي في سيرش جوجل كده عادي جدا، هكتب سيجنتشر. تمام سيجنتشر ميكر. اوكي طلع لي شويه حاجات، هيطلعوا مواقع كتير وحاجات كتير، هاخد اي واحد. اوكي هاخد اي واحد. في ناس بتحب اللي هي تعمله مشبك. اوكي فانا مثلا درو ذا سيجنتشر، انا مش حابه اللي هو مثلا كده. في ناس هو ظبط، انا في ناس بتاخده كوبي وبتحط، وانا هقول تاخده كوبي ازاي، بس انا مش حابه الشكل ده. انا حابه تايب سيجنتشر كده، هكتب اسمي just one second. okay I'll just continue. وهو هيبتدي يقول لي which one
اللي انت عايزاه. في ناس مثلا تختار ديت اوكي، وهبتدي اللي انا اعمل لها سيف او ابتدي اللي انا اعمل لها كوبي ايمج واقول لكم دلوقتي نحطها فين. تمام؟ في حد لا انا دي مش شايفاها بالنسبه لي مش فورمال صراحه، انا عايز اعمل ايه بس وان سكند، عايز اعمل اللي هي في ال هوريها لكم دلوقتي في الايميل. شايفين حتى الايميل وهو مغلوط من العربي كده، هو ده الشكل اللي بيظهر. والله هو ده الشكل اللي بيظهر فعلا. احنا في دول احنا حاليا الفتره دي بنتعامل معاها بشكل اساسي، يعني تلاقيهم في كل المشاريع في كل حته في اي حاجه بدون ذكر اسماء يعني. ففعلا بيبقوا مصممين ان الحاجه بتبقى عربي واحنا بنبقى مش متعودين على ده، فبنضطر ان احنا نبعت لهم على حسب بقى الشخصيه، يا اما نبعت لهم هم بيترجموا، يا اما زي بالظبط الناس كده بتقول معاناه، زي شايفه كلمه معاناه قد ايه في الشات وهم يترجموا، او ان احنا على حسب بقى لو حد هنا بيروح ايه هو مترجم ايه. تمام. هو انا بالظبط عايزه اعملها زي ديت تكون ثابته معايا من غير ما انا انساها، وديت هتتعمل عن طريق الكمبيوتر لما انا اجي ابعتها، مش هتتبعت، مش هتكون معايا. تمام؟ يعني مش هتكون معايا في الموبايل. اوكي؟ فدي لا حاجه هتبقى مهمه جدا، كاتبه التايتل بتاعي عشان هو وحضرتك بتطلع لنا، ولما نرجع نشوف تاني هتلاقي استاذ محمود وهو بيطلع لنا بيقول لكم في الاخر السيجنتشر، وكاتب جنبه الفون نمبر، الاسم، الشركه، الايميل بتاعك، لو في لينك تحطه. دي حاجات بروفيشنال، بس ممكن انت تكون اوريدي عاملها في حاجه اسمها ماي سيجنتشر. وهقول لكم ازاي اللي احنا بنثبتها. هدوس على كرييت سيجنتشر. تمام؟ just one second. وهبتدي اللي انا اختار الحاجه بتاعتي. في ناس هنا يعني لو شفتوا التمبلت ديت هو حاطط كل صورته وكل حاجه، بس تحتيه كاتب زي باراجراف كده about himself. دي هنا برضو نفس الموضوع، انا بحب الموضوع يكون سيمبل. اوكي؟ بس الفرق هنا ان الصوره ان الصوره جايه كانت على الشمال، انا عايزه سوري على اليمين، انا بحب الصوره تكون دايما على الشمال زي هنا. اوكي؟ اما هنا ديت مش بحبها، ما تعرفوش هي هي ازواج. ازواج. تمام؟ فانا مثلا هختار ديت، هكتب اسمي واتس يور نيم، مها حمدي. تمام؟ الاندستري بتاعتي هتبقى education. واتس يور بوزيشن؟ انجلش ترينر. اوكي؟ لو حد عنده ويب سايت هيحط، ما عندوش عادي ما فيش. ماي سيلف، وهبدا ادوس نيكست. سيلكت توب 3 سوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام مثلا، يوتيوب. انا مثلا الانستغرام عندي مش افضل حاجه فمش بفتحه كتير، فهحط لينكد ان ده 24 ساعه قاعد عليه. سيلكت ايميل كلاينت يو يوز، هكتب دوست على جوجل. جيميل ممكن ادوس على اكتر من حاجه بس انا هدوس على جيميل اونلي. جيت ستارتد، هو عمل لي كده، لو انتوا لاحظتوا على الجنب هو اوريدي عمل كتب خلاص. اوكي؟ عايزه ان انا هغير الصورة، هغيرها، هرفعها بصورة تانية. تمام؟ بالنسبة للرقم الموبايل، هشيل رقم الموبايل كده وأحط الرقم بتاعي 010 6. أوكي؟ وأبتدي أنا أحطه. الإيميل هيتغير. طيب بالنسبة لهنا الإيميل هغيره، الفون تايتل، في فرق ما بين السيلفون والفون تايتل، عادي جدا مش عايزاه هشيله. تمام؟ التال الموقع برضو مش عايزاه هشيله. ممكن أقعد حاجة تانية، ممكن أقعد هنا كده أقعد بقى السوشيال ميديا بتاعتي، فيسبوك. فيسبوك سلاش هاف هاف 123. أنا طبعا نسيت دوت كوم. اوكي؟ برضو هحط لينكد ان. طب انا خلاص ضبطت الدنيا بتاعتي، اعمل ايه؟ والله ولا اي حاجة. هعمل كده، هعمل ايه؟ هعمل كده زي ما حضراتكم شايفين كوبي، وبعد كده هدوس هنا. انا عايزها تظهر طبعا زي ديت، هدوس على الترس ده في السيتنج. اوكي؟ سي اول سيتنجز. في الجنرال انزل تحت خالص اهو، همسح بتاعي القديم واحط الجديد
اهو نعمل كرييت طبعا. نيو ما برضه، اي ممكن اعمل كرييت نيو لو كذا حد بيبعت من نفس الميل، ويبقى فيه مثلا ميل السيلز، ميل الماركتنج، ميل واشيل بقى ديت كده، هقول له ريموف، وهنا في الايميل ممكن لو انا هناك ما اتحطش ممكن اقول له هنا تشينج، وابتدي ان انا احط الايميل بتاعي اهو، او سوري اللينك بتاعي www.youtube مثلا. اوكي ودوس اوكي خلاص هنا اتحط. بس شكرا. في ناس بتاخدها كوبي كده وبتروح تحطها على برنامج الوورد وبتظبط الوان، وفي الاخر هنزل خالص تحت واقول سيف تشينجز، بس انا مش هدوس عشان انا عايزه بتاعي. واول لما اجي بقى اعمل ايميل ادوس هلاقيها موجوده اوريدي جاهزه. ده هيحولني على اليوتيوب، وده هيحولني على الفيسبوك على لينكد ان، وده هيحولني على الفيسبوك. بس تايتل بقى يتكتب، ممكن ادوس هنا اوكي اعمل خانه كده باسم الشركه بقى كومباني نيم، واظبط الدنيا بتاعتي. شكرا، سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه خالص. في كل الايميلز هتلاقيها ظهر. بس في حد بيقول معلش الاساسيات بالعربي عشان الموضوع صعب، مش هقدر اساعدك بالعربي. يعني طبقي الحاجات فعلا اللي انا قلتها. اوكي طبقي. في حل تاني مثلا، معلش لو قطعتك، اه لا مثلا اللي مش قادره تجري تشغل على ان شاء الله باذن الله هنحاول ننزلها على يوتيوب، وزي ما احنا كل مره او كل اسبوع، واللي عنده مشكله يبتدي بقى يشغل الفيديو، يقعد براحته كده بكوبايه الشاي، ويقعد كده ياخد الموضوع خطوه خطوه، ويطبق واحده واحده، ويعلم نفسه كده واحده واحده، ويعيد مره واثنين ثلاثه واربعه، بحيث ان الوقت يساعد، ويبقى هو لو هو قاعد براحته يبقى هو معاه وقته ومعاه كل حاجه وشغال براحته. يعني اعتقد ان دي في ناس كتير بتعمل كده، في ناس ما بتحضرش معانا وتقول ايه تيجي تاني يوم تالت يوم، تقعد بقى ايه مع نفسها، وبيقعد يبعت لنا بقى لو عنده سؤال او في حاجه هو مش فاهمها، او في حاجه هو بالنسبه له مش واضحه. يعني بالظبط. دي حاجه. تاني حاجه السيشن مسجله عندي على القناه بتاعتي برضو، من غير اي السايد توكس ديت، عايز تسمعها مسجله برضو عند استاذ محمود، عايز تسمعها وهبعت لكم المودل فيربس وسلسله قلب الشغلانه، عشان لو انتم حابين تعملوا كفر ليتر. اوكي يعني ده كده الكفر ليتر اهو، تمام. انا بعته just one second. ده كده اهو الكفر ليتر، وده كده just one second. انا عايزه ابعت بس المودل فيربس عشان دي حاجه لازم تتفرجوا عليها، هضيف لكم جدا في البيزنس انجلش. عايز لينك الجروب برضه هبعته له، بحيث لما الحلقه دي بس دول حلقتين مهمين جدا. انا ليه حضرتكم هتلاقوا حاجات طبعا على القناة. برضه نعمل حاجة تانية، يعني هاخد اللينكس بتاعت أستاذة مها واللينكس بتاعتنا واللينك الماتيريال، ونعمل بوست كده خاص بالفيديو، بالحاجة اللي ممكن تاخدوها، بالماتيريال، بكل حاجة، بحيث إن إيه يبقى الحاجة كلها مع بعضها، لينك الجروب اللي هيكون عليه الحاجة وكل حاجة، بحيث إن أنتوا الدنيا بالنسبة لكم اللي يخش يبقى الحاجة معاه كلها، مع ورقه، مع كراسته، مع الفيديو، مع كل حاجة، وده لينك برضو الجروب، فبحيث إن الحاجة تبقى كلها معاكم يعني. فبرضو ابعتي لي الحاجة بحيث إن احنا نحطها للناس كلها في الجروب، وبرضو الحاجة الجروبس والحاجات بتاعتنا والتولز بتاعت الـ AI والكلام ده كله برضو تتحط، فيبقى أنت معاك كل حاجة، تقدر إن أنت إيه تتفرج على الفيديو براحتك وتشوف كل اللي انت عايزه براحتك. بالظبط. ثانك يو. اوكي في حد عنده اي سؤال، اي استفسار ولا اي حاجه؟ طيب مش. حلو جدا. مها بجد اليوم كان جامد يعني، الحمد لله يعني كتر خيرك، ويعني هنظبط بقى مع بعض بير الجايه بقى ماركتنج اكسبريشنز وماركتنج كامبين، وان شاء الله نعمل حاجات افضل، يعني حاجات تانية كتير يعني.
ان شاء الله. هو بخصوص، بس انا عايزه عشان البنوته بس سالتني استاذه نهال، مش عارفه هي سمعنا ولا لا، اتمنى اكون فاكره الاسم صح. بس بالنسبه للفريزز والاكسبريشنز، يمكن حاجه الاي اي كانت عملتها، كان في كذا مصطلح كده مجعلص كده وتقيل. اوكي، فالفكره لو انا ببعت لفئه هم مش عارفين انجلش او الانجليش عندهم مستوى ضعيف، فانا اكون محدده كويس اشوف السينونيمز ازاي ايه هي، وابتدي ان انا اعمل ريبلايسمنت. ودوت اللي بتميز فيه برضو صراحه كوالبوت وجرامري بيطلع السينونيمز، فدي حاجه تبقى حلوه لو انا ابتديت انزل بالكلمات بتاعتي، مش شرط اللي انا احط كلمات تقيله كبيره. بص، هو معلش انا هوضح لك الفكره دي. هو اللي انت بتقوليه ده حاجه جامده جدا، صح جدا، بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان هي فيها مش بتعامل انجلش اصلا، ولا فريندلي ولا غير فريندلي ولا اسمه ولا حاجات بسيطه، حاجات هو جوست. بس الفكره اللي انت قلتيها دي تنفع مع ناس كتير، يعني الناس الفريندلي او السمول بزنس الصغيرين في مصر او البزنس اللي، فدي حاجه تمام جامده. برضو ابعتها لنا في اللينكات بحيث ان احنا برضو هنحطها لنا. تمام. في حاجه تانية كنا احنا بنستخدمها اسمها بيت شات، برضو بيظبط البرامري ده وبيطلع لنا انت محتاجه انجلش ولا محتاجه عربي ولا محتاجه ايه الحاجات دي. هنجمع كده سوا ونفتحه. فتمام، كويس جدا. خلاص تمام، اوكي، على خير. اللي هنجمع كده ان شاء الله كل حاجه وهنزلها لكم في بوست باذن الله على الجروب عشان يكون معاكم كل حاجه بإذن الله. ان شاء طيب الله. أوكي، بإذن الله نشوفكم على خير إن شاء الله. يعني إن شاء الله الجمعة الجاية، وزي كل جمعة إحنا ميعادنا كل جمعة الساعة 9 أونلاين، وإن شاء الله يكون موضوع جديد أنتوا اللي مختارينه وأنتوا اللي محددينه. وبإذن الله نشوفكم على خير. بويا مها، وشكرا جدا جدا جدا، وشكرا لكل الناس اللي حضرت، ونشوفكم على خير المرة الجاية. مع Thank السلامة. you. تصبح على خير. باي.